وللحديث عن استمرار اكتشاف المزيد من المقابر الجماعية في العراق، لا سيما في المدن المنكوبة، والتقرير الجديد لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين حول هذا الملف، معنا مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين من عمان الدكتور أيمن العاني. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. حياكم الله. ماذا يعني اكتشاف مقابر جديدة في المناطق أو المدن المنكوبة يوما بعد آخر؟ حقيقة المقابر الجماعية هي دليل واضح ولا لبس فيه أن هنالك جرائم ارتكبت بحق المدنيين في المناطق المستهدفة والمناطق التي شهدت معارك عنيفة وخضعت لقصف عشوائي ومستمر وبشتى الأسلحة حتى المحظور منها. فهذا يعني دليل آخر على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، لا سيما أنها متعلقة بجرائم أخرى كالاختطاف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري. فهي محصلة مع الأسف يعني مؤلمة جدا لمصير الضحايا الذين طالهم هذا الانتهاك. نعم، ما المعلومات المتوفرة والموجودة لديكم بخصوص هذه المقابر المكتشفة؟ الحقيقة هذه المقابر التي يعني في التقرير، في الجزء الثاني من التقرير تناولنا موضوع المقابر المسكوت عنها، بمعنى المرتكبة من قبل القوات الحكومية والميليشيات الولائية في مناطق واسعة من العراق، بل هنالك مدن يعني بأكملها منازل المدنيين في مدينة الموصل القديمة باتت مقابر جماعية لأهلها، مناطق واسعة من جرف الصخر باتت مقابر جماعية لأهلها، فضلا عن أن هنالك مقابر كثيرة في مقار هذه القوات والميليشيات أو في المناطق التي حولها، فهي تؤشر على أن المرتكب هو هذه الجهة، لأنها هي مسيطرة على الملف الأمني ومسيطرة على المناطق بالكامل، فهنالك أدلة كثيرة على أن هذه الجهات هي المتورطة وهي التي ارتكبت هذه الجرائم. نعم. المركبة بحق المدنيين. لماذا لجأت هذه الجهات دكتور، سواء كانت القوات الحكومية أو الميليشيات، إلى هذا الأسلوب، إلى المقابر الجماعية، قتل الناس بعد اعتقالهم ودفنهم في مقابر جماعية، مع العلم بأنها كانت تقول وما زالت تقول بأنها ذهبت هناك لمحاربة الإرهاب، لكن الضحية كان هم أهالي تلك المناطق؟ أخي الكريم، هي المقابر الجماعية دليل أيضا على الإرهاب الحكومي الذي حصل في المحافظات المنكوبة. أما بالنسبة لهذا الأسلوب، لماذا تلجأ لهذا الأسلوب؟ فهو أسلوب كما ذكرت متعلق بجرائم أخرى كالاختفاء القسري واختطاف المدنيين وعزلهم عن العالم وإخفائهم بشكل يعني قسري أيضا. فهذا كله حقيقة يعني هذا النهج الإجرامي، كما تعلم جنابك ويعلم المشاهدون أن العقيدة القتالية للقوات الحكومية تغيرت كثيرا بعد 2003، فهي يعني أصلها أصبح ميليشيات وعصابات، نادرا ما نجد هنالك مهنية وضباط يعني كما يقول من من الكليات العسكرية والضوابط العسكرية الأخرى. فهذا هو المنهج، هذا هو منهجهم، وهذا هو الذي يعني معتادون يعني على فعله في المناطق التي يسيطرون عليها، فهم يستبيحون. أما بالنسبة لمكافحة الإرهاب فهذا حقيقة أي مكافحة، هذه المدن كبيرة، مدن كبرى في المحافظات المنكوبة باتت خرابا يبابا، لا خدمات، لا سبل عيش، لا فرص عمل، حتى من يعود إليها من النازحين يعود إلى ركام
يعود إلى خراب، يعود إلى نعم يضطر أن يسكن حقيقة فوق الركام منزله لي يعني للتخلص تمام من دكتور. دكتور مأساته. يفترض أن هذه الجرائم أو هذه المقابر المكتشفة الجماعية تهز ضمير المسؤولين العراقيين، أو تشعرهم بالخوف على مستقبلهم، وتشعرهم بالخوف من الملاحقة المرتقبة قانونيا وقضائيا. نحن نتحدث عن جرائم يعني مكتملة الأركان وإخفاء لهذه الجرائم وعدم وجود محاسبة وإفلات من العقاب مع الأسف الشديد. كيف شكل ذلك عوامل إضافية لمزيد من الانتهاكات بحقوق الإنسان في العراق؟ يعني كما هو معلم أن الإفلات المطلق من العقاب بالنسبة للمشاركين في العملية السياسية منذ 2003 وحلفائهم ومن يساندهم، هذا طبعا معروف ومثبت وحقيقة واقعة في العراق. لا توجد محاسبة فضلا عن معاقبة لأي مرتكب من هذه الجرائم الوحشية، فهذا الإفلات من العقاب هو يتسبب بالمزيد من الجرائم، بل يبدأ المرتكبون بالتفنن في تنفيذ جرائمهم وبأساليب وأشكال. ويعني رأينا كثيرا من يعني يوضع فوق النار ليحرق وغيره وغيره من المشاهد المؤلمة حقيقة التي تعكس طبيعة هذه القوات وهذه الميليشيات، نعم. الطبيعة الإجرامية التي استمرأت عليها. طيب إذا كانت الحكومة دكتور تعرف ما هو مصير المغيبين قسرا والمختطفين في المناطق المنكوبة، لماذا لا يعلن عن ذلك؟ ولماذا لا تكون شفافة مع المواطنين بدلا من انتظار الأهالي عودة أبنائهم أو البحث المستمر عنهم؟ أخي، هذا الامتناع أو هذا الإحجام حقيقة هو يضاف إلى الأدلة التي تدين هذه السلطات وهذه القوات، لأنه لو كانت هي يعني لا يد لها في الموضوع كان أعلنت عنا وسمحت بفرق تقصي الحقائق وفرق التفتيش وفرق التحقيق في أخذ إجراءاتهم الأصولية وفق المعايير الدولية العلمية لمعرفة مصير هؤلاء الضحايا. لكن هذا الامتناع هو يعني الدليل آخر على التورط، ويعني بالنتيجة كيف تسعى الحكومة لمحاسبة نفسها وكيف تسمح حقيقة بوضع نفسها محط الاتهام فضلا نعم. عن أنها مرتكبة لهذا الموضوع. نعم. أشكرك جزيلا دكتور أيمن العالي، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر سكايب من عمان.